ما هي الأرباح المتوقعة لشركة سابك السعودية؟ نتعرف على تفاصيلها. إذن هذا الأسبوع وتحديدا في 12 من مايو من المتوقع أن تناقش الشركة نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي. بالنسبة للإيرادات نلاحظ أنها من المتوقع أن ترتفع بأكثر من 30% لتتجاوز 50 مليار ريال. أما بالنسبة للأرباح الصافية فمن المتوقع أيضا أن ترتفع بنسبة 5% لتتجاوز 5 مليارات ريال. وهنا نشير إلى أن هذه النتائج الإيجابية المتوقعة تأتي مع دخول الشركة في مرحلة التعافي من وباء كورونا وسعيها أيضا لتكون في المركز الأول في مجال الصناعة في العالم مع قدوم العام 2030. ماذا عن أداء السهم في جلسة تداولات اليوم؟ نلاحظ أن السهم ارتفع بنسبة 10% منذ بداية العام 2022. كما نشير إلى أن السهم وصل لأعلى مستوياته منذ العام 2008 في منتصف مارس، بلغت قيمته تقريبا 139 ريال. أما بالنسبة لمكرر ربحية سابك فنلاحظ أنه وصل إلى 16 مرة، وبالتالي جاء أقل من مكرر ربحية السوق السعودي الذي وصل إلى حوالي 22 مرة. أخيرا بالنسبة لعائد التوزيعات، عائد توزيعات سابك بلغت نسبته 3.1%، وجاء أكثر من عائد توزيعات السوق السعودي البالغ 2.2%. وهنا نشير إلى أن هذا العائد تم احتسابه بناء على توزيعات العام الماضي بسعر السهم الحالي. إذن هذه كانت أهم النقاط بشأن الأرباح المتوقعة للسابك السعودية.